شي عم يشبه بعضه ما عندي قيمة لشي. في بشير الحلقات القادمة مو القادمة اللي راحت مها جواء الحدا مدفون لا يمر بحاجة نحن إلى مساحة بيضاء مثل أي صباح ساعتين يعطوكم الأمل حالة من الروقان جدا 90.3 وطن دوت اف ام إذاعة وطن اف ام وطن اف ام نشرات ومواجز برامج وأخبار وطن اف ام تابعونا على الموقع الرسمي wotan.fm وطن اف ام هواها حرية استمع إلى نشرة أخبار وطن اف ام على التردد 90.3 ميجا هرتز وعبر موقعنا الإلكتروني wotan.fm وقرى جبل الزاوية بريف إدلب إضافة إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشرقية. وأضافت المديرية أن فرقها جرفت الثلوج من الطرقات وسحبت السيارات العالقة التي انزلقت إضافة لعملها في إيصال الخبز لبعض المخيمات التي انقطعت طرقها. وفي ظل غياب مواد التدفئة